صواب من عفهم أقمع من المهم اليوم اليوم في الجزائر الجديدة المحارب يهان والإرهابي يكرم. واش نقول لكم سيد رئيس الجمهورية، هاو أبناء الجزائر، هام حرائر الجزائر، سليل جيش تحرير، سليل جيش. لا رانا حرائر، احنا دروك، احنا ماناش سليل، احنا اسمح لي يا عمي صواب، لا لا احنا حرائر دروك، اسمح لي انا غلطت، انا اسمح لي باش نكون دارونا رجال كورونا كيما لوك عطاونا قطر وطرا. عاودلي عاودلي شكون احنا؟ حرائر. حرائر واش؟ حرائر البلاد، احنا رجعنا نسى دروك ليسونسيال خوتي، ما نطلعوش بالكلام، ما لحقناش. شوفوا لي مليح المناضلين، احنا الحمد لله كنا في النقطة وجاو لينا كيما نقول لك، ما بلعنا طريق، ما سكرنا، ما درنا ما والو، جاو لينا تاع الدرك الوطني، رانا بدلنا النقطه، رانا نمشيو، رانا في الغيب، رانا في الجبال. انا نقول للمناضلين اللي عنده النيف وعنده صح، عنده كرامه، عنده كرامه باه انت تتكل على اخوك وتتكل على واحد يمشي بنص كراع على جال، على جالك انت باش تتسوى. انا نقول لك شوف والله ما في لك انت رجال، كونك راجل اروح وقف معايا وجيب حقك، وحنا ماناش نطلبوا وماناش خداعين وماناش حركه وماناش ضد البلاد، راه حنا سالي جيش تحرير، حنا اللي حررنا البلاد. هذه الغابه دور لها، هذه الغابه دور لها، دور لها هذه الغابة تاع النزهة، هذه شوف فيها، هذه الغابة تاع النزهة فاتت على رقابينا، فاتت على رقابينا بتسع سنوات، 10 سنوات، 14 سنة، 15 سنة، كاين اللي 14 سنة خدمة فعلية ما داش 1000. ولهذا الملف تاعنا بقى يتراوح، دفع الملفات والخبرة الطبية و10% ومن بعد رجع الملفات العسكرية. أنا الرسالة تاعي للمناضل درك وللسيد رئيس الجمهورية، المناضل تاع بحوتك والسيد رئيس الجمهورية، واش المطلوب من رئيس الجمهورية؟ التسوية الفعلية مرسوم رئاسي، احنا القياده زعمت علينا وتمسخرت بينا. يا رجل احنا لحد الساعه بعد سنتين دفع الملفات والخبره الطبيه ليومنا هذا ما كان والو، ولهذا نطالب اسمع ذقبوا على كم سيد رئيس الجمهوريه يشوف لنا في الملف نتاعنا، والمناضلين يوقفوا مع خوتكم، اوقف مع خوتكم، الطالب يمس بالميدان، هاني في الميدان، وين راك انت؟ وين راك انت؟ تهضر لي ب 90000 مشطوب، وين راه مشطوب محارب هذه العشريه 90000؟ ولهذا